من هذا المنطلق راح تبدأ قصة الواتر بام. قصة الواتر بام قصة مهمة، واللي يسجلها راح يجي اكسبلور كلش قوي إن شاء الله. 1974 قلت لك قاعدين بالقصر الجمهور، جاء صباح المرزة كان بوقتها لابس بدلة عسكرية بيده فاير مثل هذا يركض، قال وين السيد النائب؟ قلت له تعال ولك، من انت جايب الفايل تريد الطبي على السيد النائب؟ قال انا صباح المرزة والمرافق الرئيس. بكتها صار اعجاب من السيد النائب اتجاهي. مرة طب لقانا قاعدين اجتماع مغلق انا واحمد حسن بكر، انا شفت بكتها لابس قاط اسود. طب محمد ابن البكر كانت عنده مرسيدس ابو جحيل. طب عاطب ابوه طلع، اجت مرة جاملها من قرابتهم على موضوع معين، وانا قلت له لازم تشيل الامور العائليه من الدوله، لان اذا ردت تسوي شيء للعائله اولا لازم تسويه للعائله العراقيه قبل عائلتك. صار صياح سجال بيناتنا وجدال. كان طب صدام حسين فتح الباب كان يقول من هو هذا؟ قال له هذا ابو شاهين الضابط الوحيد اللي لسانه فالت. طبكته حتى الان اتذكر سيد النائب. قال له لا، قال له هذا الانسان همه على دولته أكثر من همه على أنه يجاملك على موضوع معين على مود يدق على كتفه. قالوا ليه أبو شاهين من تخلص عندي موضوع وياك بالمكتب؟ قلت لك قاعدين بالمكتب وكان طب صباح المرزة بيد الفايل. يابا هذا الفايل للسيد النائب. فدانا الفايل لقيناه سنة 1974 لحد الآن أتذكر 21/8/1974 اجتنا دعوة من أسبانيا من حاكم أسبانيا أنا ذاك كان اسمه فرانكو يرجو حضور السيد النائب يعني للمجاملات الدولية. والمجاملات الدولية تعريف اليوم احنا نروح نزور غير دولة جاملونا يطلع ويانا مندوب دبلوماسي دلينا الأماكن الشغلات اللي عندهم، وهم من يجون عندنا كذلك احنا نوقف لهم بباب الطياره وناخذ مندوب دبلوماسي راح نفتر غير جويه. مجاملات الدوليه هاي موجوده بالقانون وموجوده بالعلوم السياسيه سنه 1969. الحاصل قال ابو شاهين شنو رايك؟ قلت له ما بيها شيء مجاملات دوليه. قال انا بس احتاجك ويانا تجي. عارفنا انا يا قلت لك كان بوقتها لابس قاط رصاص مخطط كان انيق يسمونه الرئيس الانيق الحاكم القوي كان عندهم نظره له هو اللي راح يحكم العراق مده لا تقل عن 30 ولا تزيد عن 40 لان دائما كان ياخذ راي الاغلبيه المطلقه ولكن عندنا تنفيذ القرار ينفذ القرار لربع المخالف الزجر غيره. الحاصل طبينا الاسبانيا تلقونا الاسبان تباوع الدنيا مقلوبه كانت جو باري طببونا على قاعه جونا بوقتها مسكوفي السوداء لحد الان اتذكر مسكوفي السوداء الباب مالتها تنفتح صفح. طبينا المدريد العاصمه اسبانيا بوقتها مدريد لحد الان اتذكر تلقونا واحد طويل قلت له هو هذا فرانكو لان انا كنت باوروبا دائما بروسيا وباوروبا اختر. كان السيد النائب ما يعرف فرانكو من هو شايف صوره بس انت اليوم من نشوف هسه ابو شاهين بالفيديو بس من نشوفه بالحقيقه والواقع ممكن يصير عندك اختلافات معينه. وهاي قصه الواتر بام جدا مهمه لازم تسجلها وتنزلها لا تضيعها من ايدك. اللي هي وصلتنا مرحله الوحش. والطوبه ما تصير غير بملعب ابو شاهين. الحاصل لقانا فرانك لابس قبوط لابس فروه هاي بوقتها من ذاك الوقت كانت عندي هي هاي الفروه انا لابس الفروه وسوى تحيه دوليه سيد النائب سلم عليهم حكى بالندوه ما ادري شنو. اجى صباح المرزه لحظه شباب لحظه يا ما لزقوت. الحاصل جابوا لنا بودقة بكتها مشروب لحد انا اتذكر السيد النام ياس طويل انا قاعد هنا بصفه صباح المرزة قاعد منه انا كان بكتها ويانا مندوبين عراقيين هون عميد منذر نقيب خطاب هذا الوفد الدبلوماسي اللي طلع من العراق
أبو شاهين جت بوقتها أني صباح المرزة وعزت الدورة كتن نفسي أريد يجي ويانا ما خلى النائب قال لا أبقى بالأرض جابوا مشروب صبوا بهذا الزغير الجلاس اشرب 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 أنا ما شربت بوقتها النائب ما شرب قال أنا بس أريد منرال باصر يعني المي الغازي على صباح المرزة قام يشرب ويرجع لي ورا السكر قام يهوس احنا والعراق قلت له لك شاربك ازينه من خلال هذا اللايف قدام الناس قلت له شاربك ازينه اذا زل بكلمه لان احنا ببدايه حكم واي نقطه نسويها ترى تنحسب علينا بس تحلقك لا اسحق على راسك بالبوت الجوز لو مصر صباح المرزة واو سيدنا عباوة علي ضحك كان يقول عافيه قال فرانكو نريد نطلع جولة ميدانية وين؟ بالعاصمة مدريد وقتها رفض الدعوة السيد النائب قال يابا وين تريد تروح؟ قال أريد أروح القرطبة صعدنا بهالمسكوفيجات هذا وفد مال المسكوفيجات كله سود بيبانة تنفتح بالعكس طبينا على قرطبة شباب فد يعني مثل الوادي مثل بوادي أخضر لو كنيسة كلها كبيرة 600 سنة ما حطها أبولها إحنا وقفنا بباب الكنيسة تحياتنا للمسيح على رأسه وقفنا بباب الكنيسة سيارات إجت كانت تطلع من عندها بس طيور يعني فد منظر مفزع وكانت بوقتها ظهرية وقت أذان فباوعت على السيد النائب صفن هيجي فرانكو قال لي ماذا تفكر يعني عن طريق المترجم حكي وياه بالاسباني قال له يعني شي فكر هو قال له قال وليد ابو شاهين من هو من الشباب صوته حلو يقدر يصعد يأذن لان وقت الصلاة كان فرانكو قال له قاشير ماذا يفكر ما جاوب صدام السير باوع عليه بس يجي صباح المرزة باوع عليه راسا كان طب للكنيسة قلت له وين طاب قلت له هذا بيت الله وين طاب ولك التشارب وين طابوا انت شارب حلقك ريحة البودقة تقتل وبكتها بس انا والسيد النائب كنا ما شاربين كلها شرب الوفد كلها شرب هسا قلت له الشرب ببلاش ويجي هدية صحتك هم ببلاش كلب ابن الكلب اطلع قال سيدي جاي يغلط علي قدامك وبكتها كان يقول له وليدي صباح ارجع ارجع لا سوينا مشكلة قدام الناس خلي ابو شاهين يصعد يأذن عاد انا صعدت حتى نسبكت الله اكبر الله اكبر اشهد ان ظليت يعني الى اخر لا اكبر من الله شيء باوع الخشوع صار بوجه الاسمان انا ذاك سنه 1974 فرانك التفت كان يقول له صدام عن طريق المترجم قال له منذ 600 سنة ما ارتفع أي صوت أذان منذ سقوط دولة الإنجليز كان يقول له وليدي أنت بما أنه تحكي أسباني أريدك توصل له فكرة تقول له صدام السين يريد يخلص موضوع القدس وبعدين يتجه لأسباني دك على كتفك كان يسوي عافية 35 سنة لا حررنا القدس ولا وصلنا للأندلس والهوسة كلها طلعت على واتر بما المبردة وهاي القصة كل الموجودين يعرفون عن الجاي سولف لردع المخالف وزجر غيره ونرجع لأمير الرومانسية صاحب الإحساس الجميل الفنان هيدا ميوزو